صافي هادشي اللي بغيتو ارتحيتو دابا وصلتو لداكشي اللي بغيتو وصلتو للمبتغى ديالكم وصلتو للمبتغى ديالكم وصلتو لداكشي اللي بغيتو صافي ارتحيتو هادي هي النتيجه اللي كنتو باغن صافي مسخوطه صافي مسخوط تما هادشي اللي بغيتي ما غاترتاحي تصيفطي امك للقبر عاد ترتاحي غتصيفطها للقبر وكاك غتقال الغصه ديال امك طلعو تبطفك باص دوجهكم ما فهمت باقا عاد ما زايدا في اخوتي هاد الناس في الخاص باقا كياديو هاد السيده دعواتكم مع السعاد الله يشافيها يا ربي يشافيها ويرجع لها الصوت ديالها ولا القسم الى السعاد مريضه وعيانه ديال بصح كنتمنى انكم تدعوا معها في التعاليق هو قال لك اخوتي سبابه هي بنتها سبابه هي بنتها سعاد ملي مشات الجنازه باش تعزي ملي جرات لها سعاد راه خرجات وشحال بكات برا في اخباركم والله القسم الى سعاد شحال بكات برا وبقى فيها الحال ديال بصح راه ماشي عارف انت دارت اللايف راه قبل اللايف وسعاد كتبكي بقافي راه صعيبه في تعزي وجري عليك بنتك راه ما ساهلاش ملي ما عطاتكش واحد الطرشه هكا وهكا راه عندك الزهر وتصوروا كان شي وحدين انا اللي كنستغرب ليهم كيقولوا لا مزيان اللي جرات عليها لا من حقها كون ضرباتها واش راه الدرجه عندكم العقوق ساهل حتى لهاد الدرجه ما عندكمش الام عزيزه عليكم لهاد الدرجه انا تضرب مهاقي وكون ضربتها كون سيفطات سعاد تربى ولكن واحد القضيه دارتها سعاد الاف ديالك سعاد انت اللي دسرتيهم والله الا انت اللي دسرتيهم سعاد نهار اللي كنا نقول لك سعاد ديري شكايه بالعقوق سعاد ديري شكايه بالعقوق صيفطي ميترباو الا الكبده الكبده والريه والمراره الكبده ديالي والكبده ديالي وشوفي الكبده ديالك اش كدير لك دابا ها انت ديك المره عصبوك ديك المره طرطق لك العق في الراس حتى كنتي غادي تمشي فيها راك الله يستر اللي كيتعصب كيجي الشاله النص فيك واحد شنو كيجي كاين اللي الله يستر كيتعصب كتجي نوبه قلبيه والله القسم بزاف امراض كيوقعوا ملي كتشوف كيتعصب بزاف ولا كيرد نفسه ما كيفرغش اليوم عاوتاني هما عصبوا سعاد دابا هي مريضه مشى ليها الصوت الله يشافيها كنتمنى انكم كاملين تدعوا معها في التعاليق واللي كنشوف انا خوتي انه ما كنشوفوا سعاد مريضه ولا وقع عليها شي حاجه كيخرجوا بفيديوهات فرحانين وخالقين الحادث وما على بالهمش واش كيتشفاو الله اعلم شفا في الام ديالها عباد الله دير علامه الساعه والله الا هذه علامه الساعه اقسم بالله باش تشوف امك مريضه وتخرج حتى ودير الفيديوهات كتضحك راه ما فهمتش انا هاد الناس القلب اللي عندهم اما فهمت اختي الله يعطي لهلي جاورنا معاك هنا ولهي لهلي جاورنا معاك هنا ولهي والله القسم راه مي السخط زعما راه باز ليكم راه كيقول لك امك واخا تكون عاهره ما تتخلاش عليها وطيع الام ديالك ما تكونش مسخوط حسب لك ام ضربت لك تماره وقراتك ورباتك بزاف ديال الحوايج ولو تكون غالطه معك بزاف ديال الحوايج كتبقى امك وكتبقى امك هذيك واخا وقع اللي وقع وانت الناس غير سبوا لي والدي ما انا وحده كانت سبت ديال الام ديالي فتلاتش عليها فيديو ما خليت ما دعيت فيها هذه غير تعليق ما شتها ما والو حسب لك نخرج انا ونسب الام ديالي ونتواصل مع القنوات اللي كيسبوا الام ديالي عادي بكل بروده نتواصل معاهم ونهضر معاهم عادي ما فهمتش البارطاج القنوات لا حول ولا قوه الا بالله والله القاسم الى هادشي بزاف والغريب في الامر شنو الواقع على ما وصلني اخوتي ان تواصلوا معها الناس في الخاص على قبل امها وامك راه مريضه ومشى لها الصوت قالت لي مخليها الله يزيدها عرفتي باش توصل بك الوقاحه والجراه ما يبقاش عندك القلب ما يبقاش عندك احساس الله يزيد الام ديالي انا غير اختي راه والتسليم من عائله بوكريشه والله الا التسليم سليم التسليم ليكم اخوتي عبادة الادسنس بامتياز وحق الله العظيم وقول لي ما داروش الخير حتى في السيد مسكين الله يرحمه ملي توفى ما خرج من الفيديوهات ما حزنوش عليه حتى نهار حتى 3 ايام حتى نهار ما حزنوش عليه نهار واحد ما حزنوش على السيد ما احترموش الجنازه ديالو طلع الفيديوهات الروضه الروضه المقبره غاد لو كيصوروا الفيديوهات الادسنس حنا غاد المقبره وغنصوروا ضروري الادسنس خاصو يدخل ما ميكوش والام ديالك سعاد تصور شي ملي جريتي على الام ديالك وقلتي لها سيري فحالك عزيتي سيري فحالك سعاد خرجات شحال بكات والله الا بقى فيها الحال شحال بكات انا غاد كنسمع الكواليس اخوتي وكنتواصل الى سعاد بقى فيها الحال وبكات بزاف قبل ما دير داك الفيديو وتقول لك ما شنو واقع وانت ماشي من حقك تجري عليها بصيفتك شكون غتجري عليها واش الدار ديالكم كان دخلت على الدار ديال السريعه عند لبنى ولا شي حاجه باقي في قيد الجو ديال السريعه واش سعاد جات عندكم لداركم سعاد جات دار عبلو اولا جات دار زوجة المرحوم موت بوكريشه ماشي من حقك تجري عليها انتي شكون اللي غتجري عليها لقيتي سعاد بنت الناس والله القسم الا كنقولها ونعاودها اما لقيتي سعاد شي مرا حره
مرح الرشيد وكاي قح اللي غادي تطلق واحد النتفة اللي ما غادي تطلقك تطلقك مقادة النيت وشوف ديك الساعة واش غادي تجري عليها. هادي قلة الأداب وقلة الاحترام. زعما راه قارية زعما واعية وقارية نقولو زعما كان ما عارفاش ولا ما علموكش والديك احترام الوالدين، راه قريتي زعما وبزاف التربية الإسلامية واعية، راك مكملة 18 سنة دابا راه ما بقيتيش قاصر اللي نقولو قاصر حقا شوية ما كانش عندها العقل. إنسان كيوعى وكيفرق ما بين الغلط وما بين الصواب. لا انت عبانت لك باينة فواعية راه باغا تخلقي الحدث. انت استغفر الله العظيم نهار تموت الام ديالك غتطلعي لها فيديوهات ايهم ما تبكيش عليها على هادشي اللي كيوقع. حنا كنا كنقولوا وكنترجاو ان واحد النهار غادي يكون الصلح، والله قسم الا انا من بين الناس اللي كنترجى ان واحد كنطلب الله يكون واحد النهار الصلح وتصفى القلوب، ولكن بهاد الافعال ديالك وبهاد التصرفات ديالك كنقول مستحيل غادي يكون الصلح بين هاد الجوج، والله اعلم عاوتاني الله اعلم. عاد ما كتزيدي كتحقدي الناس عليك وكتزيدي كتبعدي، مو كدير خطوه باش تقرب عندك وانت كدير جوج خطوات كتبعدي منها، سعاد كدير محاوله وانت كتبعدي جوج خطوات للور، لان عارفه ان هادشي ديال العقوق هادشي ديال نضرب في الام ديالي وهادشي هو اللي نطلع لك المشاهده. كتبغي ديري بحال كما قالت لبنى ديك خالف تعرف، انا غنبقى بحال هكا حيت تصالحت مع الام ديالي صافي راه مابقاش عندي المشاهده، خاصني ندير المحتوى ديالي ديك الساعه. وانت ما تقدريش ديري المحتوى ديالك لان الاب ديالك علمك حب الادسنس بالشهوه بالفضيحه، ما علمكش اللي غديري المحتوى ديالك نقيو راه عارفه ما غيتبع ما غتزطيش راسك في داك المحتوى. ما عندك دراع ديال روتيني، ما عندك حتى شي حاجه في يدك. اشنو شنو الام ديالي الام ديالي نبقى نضرب فيها المره ولا والله قسم الا وقعت شي حاجه وغتحملوا مسؤوليتكم. الا طرات شي حاجه لسعاد غتحملوا مسؤوليتكم كاملا، لا نتوما لا القنوات اللي كيضربوا في سعاد، كلكم غتحملوا المسؤوليه ديال ديك الام. هايدا مشى لها الصوت، واش ما كيبقاش فيكم الحال ديك الام عندها جوج ديال الوليدات ومسؤوليه؟ هايدا بلا مشى لها الصوت ما بقات لا تخدم لا نقاشه لا والو، بقى جالسه في الدار. لان يعني التليفون باش غيتواصل معاها ديك اليوم ما كتهضرش في التليفون ما كتجاوبش، انا عيد منصوري ما كتجاوبش، كتابه تكتب لك ولكن لي زابيل ما تهضرش معاك، لان الصوت ما كاينش. هاي دابا لا يوتيوب لا والو لا خدمه، وبنادم يراعي شويه حشومه والله الا حشومه بالله. انا شي كنت السريعه عندها شي بنتها ومشات عندها وجرات عليها غنخرج نقولها ما كانش راك تجري على الام ديالك وندافع على لبنى. كانت لبنى عندها بنتها بحال يسرى ومشات عندها تعزي وجراو عليها غندافع عليها، لان ما نبغيش شي ام تهان، ما نبغي حتى شي ام تعير ولا شي ام تحقر ولا شي ام حشومه. هادشي ماشي في التقاليد ديالنا وماشي في الدين ديالنا وماشي في الثقافه ديالنا، بعيد على كل البعد هادشي ديال العقوق وهادشي ديال السخط اللي تولينا كنشوفو كيتبارطاجا. والمشكله انكم مؤثرين، راه بزاف ديال البنات متبعينك غيقولوا انا ندير في حاله باش ندير لاباس، ملي غنشوف انا بنت يلا وصلت 18 سنه دارت البروجي ديالها وهادي منين قاريه عندها شي دبلومات؟ لا راه اليوتيوب راه خرجت كتضرب في الام ديالها والناس متبعينها وكاين المحاولات الماليه كيجيوها فلوس كيجيوها، اذا حنا غنديروا في حاله. راه كتخرجوا على اجيال صاعده كتخرجوا عليها وانتم ما كديو الذنوب، والله الا كديو الذنوب بهذا المحتوى ديالكم. الله هنا ما كرهتش واحد المبادره ديال الصلح. شوفي دابا جدك هاد جدك خاصك تاخدي من ديك الوفاه ديالو عبره. هو واش باقي جدك دابا طار تخطف بحال ما عمرو ما كان؟ ما كتقوليش وما جاكش تأنيب الضمير تقولي ان شي نهار نعس نفيق ما لقاش الام ديالي وانا مخاصمه معاها وهي ساخطه عليا. راه صعيبه 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 بزاف دابا ما تحسيش بها دابا، عرفتي علاش؟ حيت دابا كاين الادسانس وكاين الناس كيزيدوك في التعاليق وبرافو يسرى برافو يسرى، ولكن النهار اللي غتختار الام ديالك غتندمي واحد الندم الشديد، وديك الساعه يكون سي طخو طاغ. ديك الساعه فات الفوته بنتي، ديك الساعه ملي غتندمي غيتصاب فات الفوت. وعارفه شي واحد اللي كيموت توفى الام ديالو وهي ساخطه عليه، اش كيوقع ليه؟ ولا الام ديالو كتوفى وهي مغيره عليه، اشنو كيوقع ليه؟ ما سامحتش ليه في الدنيا، اولا ما تسامحتش معاه في الدنيا، غتعيشي العذاب الاليم والجحيم في الدنيا وعاد العقاب ديال الله سبحانه وتعالى، غتعذبي بعدا في الدنيا وغتخلصي. علاش دابا شحال من واحد كيشوفو كيتوفى الام ديالو ولا والديه كيسهل عليه الله، شنو كيقولوا الناس؟ كيقولوا تبارك الله عليه راه كان مرضي، شوف لان فين وصل، رضات والديه واقفه معاه كان مرضي. وشي واحد ملي كيتوفى والديه وكيتجلوق وانا ما كنعممش ولا كيخرج للطريق ولا هادي ولا كينحارف، اشنو كيقولوا؟
دعاوي السخط يلاه وصلوه، كان مسخوط خلي هذاك راه مسخوط، حتى بنادم ما كيتعاطفش معاه، ولو تكون في امس الحاجه كيقولوا لا راه كان غمسخوط هذاك ما داير الخير حتى في والديه، عاد غنديروا فيه حنا الخير، صدقه ما يديرش فيه لانه كان مسخوط، والله القسم هذه الهضره اللي كتكون، وانتم راكم عارفين زعما راه حنا كتخرجوا كتعرفوا كتسمعوا بحال هذه الهضره، كيقول لك لا هذاك كان غمسخوط، ما داش فيه صداقه، وملي كتكون مرضي كلشي كيحترمك، كلشي كيحترمك والله سبحانه وتعالى كيحبب العباد ديالو فك ملي كتكون مرضي والديك، وعاد كيكونوا ملي كيكون باقيين في الحياه كيكون الرضا ديالهم، وملي كيتوفاو الوالدين عاد كتحس بالرضا ديال بصح، شحال من حاجه كضرك عليك وربي كيسهل لك والخير ما كتعرفو منين كيجيك، وكنتمنى انك تدارك الموقف. وسمحوا لي اخوتي طولت عليكم في الفيديو، تحياتي لكم اخوتي العزاز، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج، واللي ما دايرش ابوني تابونا في القناه، وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، تحياتي لكم.